لكن احنا الان عندنا برضه اتصال مع الاستاذ عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز الغامدي، مستشار اجتماعي. حياك الله دكتور عبد العزيز. يا هلا وسهلا، حياكم الله استاذ عبد الوهاب وللاخوه المشاهدين. طبعا نبارك لك اول شيء حصولك على درجه الدكتوراه دكتور عبد العزيز الحسن الغامدي. الله يحفظك. وتربطنا بك صداقه قديمه ابو سعود. الله يعطيك العافيه استاذ عبد الوهاب. بارك الله فيك حبيبنا. احنا موضوعنا اليوم اهميه اجتماع الاسره على مائده الطعام، وهي سالفتنا اليوم، السالفه ما فيها في برنامجنا اليوم، ودنا تفيدنا في هذا الجانب وفي هذا الموضوع. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وعلى. اولا يعني اشكر للقناه هذه الرائعه، طرح هذه المواضيع المهمه جدا خاصه في المجال الاسري. ابتداء دائما لما تكون الاسره فيما بينها اجتماع او توافق او تعاون، ايا كان ذلك الاجتماع او التعاون، سواء كان على مائده الطعام او في الجلسات العامه في اي مكان داخل المنزل، يعتبر تجمع الأسرة مثلا على وجبة الطعام أو على مائدة الطعام هي معروفة من قديم، من يعني منذ أزل، وكان لها فوائد اجتماعية وعاطفية وتعليمية ونفسية، وكان عملية الترابط وعملية إدارة الوقت، وأيضا ما يقوم به رب الأسرة من أعمال كانت تتوافق إلى درجة كبيرة في أن يكون هنالك فرص لالتقاء أفراد الأسرة مع بعضهم على الوجبات، وخاصة الوجبتين الرئيسية، أو الوجبة الرئيسية وجبة الغداء ووجبة العشاء ربما، نعم أو لا، بحسب يعني فترات النوم وغيرها، ولكن الإفطار غالبا قد يكون الكل مشغول في أعمال. إذا سمحت الأستاذ عبد الوهاب والأخوة المشاهدين وضيفك الكريم، من هذا الأمر هو من فترة طويلة جدا، وأعتقد أنه حتى يعني دخلت فيها جزء كثير من النظريات وطرقت إلى موضوع اجتماع الأسرة وغيرها، ويمكن من ضمنها ومن أشهرها ما يسمى بالنظرية الاستراتيجية التي تحدث عنها جاهيلي ومادنز تقريبا، كانت في بداية السبعينيات. هذه النظرية ما تركز على إعادة حل الماضي، يعني كل ما كان في القديم، وهذا اللي احنا نطبقه الآن على اجتماعنا مع الأسر على موائدنا في العصر الحالي. النظرية هذه ما تركز على إعادة النمط القديم، أنه لابد أن تجتمع الأسرة إجبارا على الغداء وعلى العشاء وعلى الوجبات الأخرى، ولكن نقول أنه تركز على حل المشكلة الحالية. فإحنا الآن كيف نركز على حل المشكلة الحالية من خلال أبو سعود؟ معلش عشان بس أبو سعود نبسط الموضوع. أبو سعود معلش، أنت الآن ترى أنه مو من الضروري اجتماعهم على وجبة، مو من الضروري إجبارهم على الاجتماع، صح؟ لا، ليس من الضروري إجبار أفراد الأسرة، ولكن دائما عملية التقليد اللي يتحدث عنها تارد وغيره في بعض النظريات، والتكرار مرة ومرتين وثلاث وأربع، أن يكون هنالك جدولة والتزام. هذا التزام يسمونه الالتزام الودي وليس الالتزام القانون الأسري، لأنه لما يكون هنالك تعزيز للإحساس بالثقة والانتماء فيما بين أفراد الأسرة، ففرصة تشكيل الجلوس أثناء مائدة الطعام هذا مهم جدا في التربية للأطفال، في آداب الطعام، في تبادل الأفكار والمشاعر بين الكبار والصغار في الأسرة، يشجع الأطفال على التعبير عن أفكارهم في جو من الاحترام والود، فرصة أيضا لمناقشة مسائل مختلفة، سواء متعلقة بالخلق، متعلقة ببعض الأفكار، الأمور الاجتماعية، الأمور الدراسية، فهي مهمة جدا، ويكون فيها شيء من الأسلوب البسيط السهل في طرح النقاشات، خاصة من رب الأسرة وعمودية الأسرة، الأب والأم. طب أبو سعود معلش، أبو سعود عندي سؤال بقاطعك. طبعا أنا ومعي مقدم البرنامج سل حاتم، طبعا هو مو ضيف، احنا برنامجنا احنا ثلاثة مقدمين في البرنامج، وهذه فقرة دائما السالفة ما فيها نطرح مثل هذه المواضيع الاجتماعية، لكن أحب أسألك سؤال اللي هو من نظرتك أنت يعني كمستشار أسري واجتماعي، الوقت المثالي للأم، طبعا الأم دائما في البيت، كم ترى يعني المفروض تجلس معاهم يوميا ولا شبه يوميا؟ هذا بالنسبة للأم. وبالنسبة للأب، الأب هل يجلس معهم يوميا لازم؟ كم الوقت؟ ساعة، ساعتين، ولا عادي الأب ممكن يجلس معهم في الويكند يكفي؟ الوقت هذا والعصر هذا يختلف عن الصورة القديمة فيما كان ارتباطات العمل سواء للأب والأم، وهذا عصر التقنية وعصر الثورة الصناعية وغيرها، وقد تكون لها تأثير كبير، والعولمة لها تأثير أيضا في كل أنماط المجتمع ليس فقط على الأسرة. اختلاف الأوقات جلوس الأب أو الأم خاصة مع الأطفال مهم جدا، وخاصة في مرحلة الطفولة إلى سن العشر سنوات مهم جدا، ويفضل أن يكون الأب أو الأم متواجدين يعني بفترات متقطعة ليست متواصلة، يعني مثلا ساعتين أو ثلاثة، لا،
ولكن فترات متقطعة وليس شرط الجلوس المباشر، ولكن كما يقال يعني يكون له وجود في البيت بالحوار بالسلام بالضحكة بالكلام بالحوار مع الأطفال مع الكبار مع الصغار، يكون له الوجود. لكن الجلوس بمجمع جلوس واجتماع لا أعتقد أنه قد يكون مناسب بحكم يعني الحراك الاجتماعي اللي هو في كل العالم والثقافات اللي هي دخلت الآن ثقافة الأنترنت والتكنولوجيا والتقنية. ما شاء الله يبدو أنك أبو سعود ما شاء الله مع الشغل التعليم الحديث الآن. نعم. أنا أترك مجال لحاتم الآن عندك سؤال أبو سعود. أنا بس سؤال يا دكتور، أنت تقول أنه أن الطفل لابد أن يعني يكون مع الأم حتى سن العاشرة، طيب ما رأيك في الاتجاه اللي في التربية يقول أنه الطفل لابد أن ينفصل عن أمه في سن الثالثة ويكون مرتبط بالأب بسبب يعني مشكلة الاضطراب الهوية الجنسية؟ قصدك الولد الابن؟ الابن الذكر. اولا يتضح ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، الذي يربطه بالصلاه علم اولادكم الصلاه السبع واضربوهم عليها لعشر، ثم ذكر في نهايه الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا التفريق بعد سن العشر سنوات هو امر مهم، لانه يصل الطفل سواء ذكر او انثى الى مرحله من التفكير والوعي، ثم يبدا في يعني اكتشاف ما وهب الله في جسده من تغيرات فيريد الاكتشاف، فهذا الاكتشاف قد يقود إلى مشكلات. ونحن يمكن في علم الجريمة وفي تخصصنا أنه نحذر مثل هذه الأمور لأنها تتفاقم وتتكرر مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى تصبح في ذهن هذا الطفل، ربما يعني تكون نتائجها حتى في الكبر في مرحلة المراهقة ويكون هنالك في تعدي على أفراد الأسرة أو شخص خارجي بسبب الترسبات من الصغر. نعم، بسبب الترسبات من الصغر. نعم، الترسبات من الصغر مع التكرار، وليس يعني موقف أو موقفين، إذا تكررت المواقف. لذلك نحن نحذر من عملية وجود الأطفال بعد سن العاشرة في غرفة النوم الوالدين، لأنه قد ينقل صورة غير جيدة وانطباع غير جيد لما يتم في غرفة النوم من عملية التقليد أو غيرها، وهذا قد يجر الى المحاولات التي يقوم بها الاطفال، وهذا معلش يا بسعود يعني يعتبر كم العمر المفروض انه ما يكون في غرفه النوم؟ كم العمر؟ من بعد العشر السنوات كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون، لانه هنا يصل الى مرحله الوعي، ولكن قبلها فتره من السبعه الى العشر السنوات يتم تعويد الطفل هذا بمرات متكرره على النوم مثلا لوحده بحكايه القصص، الابتعاد التدريجي كل يوم، يعني اليوم الأول أو الأسبوع الأول تكون فترة التواجد معه قبل النوم. جميل. تكون مثلا ساعة ثم تقل إلى نصف ساعة ثم ربع ساعة ثم عشر دقائق، ثم يبدأ الأب والأم في الانسحاب حتى يعتاد على النوم بمفرده ويعتاد على أن يبقى لوحده في غرفة نومه لا يحتاج إلى الوالدين. بارك الله فيك، شكرا لك الدكتور عبد العزيز الحسن المستشار الأسري والاجتماعي، أفدتنا صراحة وما شاء الله تبارك الله، يعني رجل أنا أقول صراحة استفدت منه كثيرا، هو مدرب معتمد وكان معنا في رحلة سابقة، يمكن يذكر السادة المشاهدين برنامج 15 اللي كان في برنامج قناة كان مع مبدعون، صح ولا لا؟ نعم صحيح، وسعدت بك كثيرا والله يا أبو سعود، نستفيد منك. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لك وللأخوة الزملاء وشكرا لقناة المجد تحت الفرصة. بارك الله فيك، شكرا لك. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.